عسلمة، أنا ليندا وسليتي وعمري 24 سنة، تخرجت من تونس بزنس سكول ونخدم على هول برايس فاونديشن as a regional analyst for Europe, Middle East and North Africa. الهول برايس هي international organization founded by أحمد الأشقر American Palestinian عام 2009 وموجودة في أكثر من 221 دولة في العالم وفي تونس موجودين في أكثر من 60 university en partenariat مع الـ United Nations وممولة من الهول International Business School. الهول برايس its main purpose هي باش تخدم على الـ involvement متاع الـ young students في life متاع social entrepreneurship. We do this through our main activity اللي هي the whole prize competition اللي هي اللي يربح فيها يربح $1 million وبين سور ما توصل ال $1 million كان ما تتعدى من 4 phases. The first phase اللي هي الفاز on campus program اللي هي موجودة في أكثر من 2000 university في العالم الكل وفي أكثر من 60 university في تونس. عنا 60 campus director اللي هما مسؤولين على organization متاع on campus program في تونس. So for every university, students they have to compete against each other. دونك الكلهم لازمهم يلقوا ايدي دو بروجي based on the theme of this year's challenge. خاطر في الهول برايس كل عام عنا challenge معين اللي هو تابع ال SDGs اللي ليزيكيب لازمهم يخدموا عليه. دونك التشالنج نتاع السنه هو فود فور جود. دونك ليزيكيب اللي يشاركوا في كل يونيفرسيتي لازمهم يلقاو ايدي دو بروجي which finds a solution للتشالنج نتاع this year. The winner of this on campus event في كل يونيفرسيتي will qualify for the second phase اللي هي a regional competition. So the second phase اللي هي a regional competition موجوده في اكثر من 50 دوله في العالم نسميوهم الهوست destinations. كل ايكيب رابحه في الاون كامبس program تاع الفاك نتاعها gets to choose وين يحبوا يمشي ويشاف. البلدان اللي عندنا في الهوست destinations في الريجنالز بلدان كيما جابان كيما ماليزيا تونس زادا destination ريجيونال عندنا ايجيبت جوردن ليبانون برشا برشا بلدان اللي ليزيكيب الربحين ينجموا يمشي وينجموا يقابلوا برشا ديزيكيب اخرين من الهول برايس كوميونيتي ويتعرفوا على بعضهم واكشلي اكسباند ذا نتورك. باهي دونك توا نتعداو للثيرد فيز اوف ذا هول برايس كومبيتيشن اللي هي الاكسلريتور. دونك الاكسلريتور هذيا ليزيكيب الإكيب اللي ربحوا في الـ Regional Destinations باش يخرجوا 50 إكيبة باش تتعدى الـ Accelerator. هذايا أباغ اللي احنا نحلوا أونلاين أبليكيشنز إذا دونك نخرجوا بحكاية 60 إكيبة يتعديوا للفاست فوا اللي هي الـ Accelerator Program اللي هو 16 Weeks Program. ليزيكيب الربحة الكل في الـ Regional تتلم مع بعضها في لندن أستريتش كاسل الكاسل اللي تصورت فيه هكا some scenes من هاري بوتر actually. Donc they gather together and what they do is that they go through a very tough acceleration program with a lot of mentors from different countries. Every week there's an elimination. Donc بعد 16 جمعة هذوما يقعدوا 6 إكيبات أكهو باش يوصلوا للفينال اللي هي الفاز كات. So the fourth phase اللي هي the final competition اللي تصير في United Nations headquarters في نيويورك ويشاركوا فيها السيرفايفرز نتاع الاكسلريتور. دونك 6 اكيبات اللي كملوا الاكسلريتور يتعداو لليو ام فاينلز يشاركوا against each other والربح will win $1 million to fund its project. دونك شنو البنفيتس نتاع الهول برايس فاونديشن وانك تشارك في الكومبيتيشن ولا في البروجرام نتاع الاون كامبس؟ دونك فما تو بارتس. البارت نتاع الكامبس دايركتور كان انت تحب تولي كامبس دايركتور نتاع مع الهول برايس فاونديشن you will learn mainly leadership skills and how to lead an event from A to Z. Donc slogan نتاعنا في الهول برايس is leading a generation to change the world and this is what you will be doing as a campus director. باش تقود انت الاون كامبس ايفنت في اليونيفرسيتي نتاعك you will also get to expand your network خاطر باش تكون a part of a whole global community of over 2000 campus directors just like you. وحاجة أخرى اللي campus directors can actually benefit from اللي هو عنا competition صغرونا تصير ما بينات الكامبس directors في العالم الكل. كل عام نعملوا top 20 best campus directors of the whole world. Sne, a top one campus director, باش يربح $10,000. Another benefit اللي تنجم تاخوها من participation نتاعك في الهول برايس فاونديشن, job opportunities اللي we provide على خاطر الستاف نتاع الهول برايس فاونديشن كلهم كانوا campus directors قبل والا كانوا competitors. Donc you by being a campus director you will have a chance to actually be recruited وتخدم مع الهول برايس فاونديشن in a full-time job والا in an internship. Les équipes اللي شاركوا في الهول برايس يعني با فورسيمون تنجم باش توصل يعني لل $1 million مي فما برشا ديزيكيب اللي ما وصلوش لل $1 million اما كملوا في ليزيدي دو بروجي نتاعهم
وتوا they're very very successful companies that are making profit and doing impact. دونك كنت تحب تدخل معنا في الهول برايس فاونديشن what we can call as well the Nobel Prize for Students, ادخل على السيت ويب بتاعنا www.holprize.org and join us to lead a generation to change the world.